الدار البيضاء اللي جاو من بعيد ومن قريب. اشكر الاخت منار في الكنيسه كاميليك وقايدو والاخ اللي حدانا وقايدو ديال الحراس ساهر ليل عيون لا تنام عيون لا تنام الصدى ديالو توصل من مراكش والتماره الصوت ديالو توصل من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنشكر جميع الجمعيات اللي حضروا اليوم، نشكر جميع الانسابيات، جميع الاقطاب اللي كاينه في القطاع الخاص. وحنا كحراس تنتميو للقطاع البنكي ترحبوا بكم كاملين، وبغينا هذه التنسيقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم تولي الصوت الوحيد، هي الصوت الوحيد، صوت مشترك ديال جميع الحراس قطاع الامن الخاص في المغرب كامل من شمال جنوب. بغينا تكون هي الصوت الوحيد ان شاء الله والصوت الموحد لجميع الحراس باش يوصل لقبة البرلمان وقبة الشرعية، لان بها غتوحد الكلمة ديالنا ويكون القانون يتبدل، لان كان القانون اللي خدامين به هو قانون للبواب والحراس والحراس المنازل ديالهم في الناس. بالعكس حنا حراس تنشتغلوا مهنة شريفة وزادت التطور، اللي حارس الامن الخاص تتلقى جميع المصلحات سواء اجتماعيه اقتصاديه سياسيه صحيه، في ما مشيتي تلقى قطاع الامن الخاص. وتنباركوا لهذا المولود الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنتمنى كل التوفيق وكل السداد للاخوه اللي غيشرفوا على التنسيقيه. وكفانا من انا وكفانا من المصلحه الذاتيه والشخصيه، وهاد الناس اللي غيكونوا ان شاء الله تنعرفوهم بالوجوه والاسامي والسي في ديالهم لافي ديالهم كما تنعرفوها، ونتمنوا لهم غير الخير ونختموها بايه قرانيه وين عملوا فسير الله امركم ورسوله المؤمنون، ونتمنوا الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولنا كل الثقه وكل الشرف وكل التقدير للاخوان كاملين غير راسوا التنسيقيه، وتنتمنهم كل خير ورحنا معاكم بالشدة والسراء وحنا معاكم تنساندوكم، وحنا كاملين يد واحده، لا من الشمال لا من الجنوب لا من المغرب لا من مراكش لا من المغرب كامل يد واحده. وان شاء الله تنتمنوا الخير لان هذه الحكومه جديده ان شاء الله جات جات باغا تخدم ان شاء الله. تنرحبوا بسي رئيس الحكومه سي احمد راه واعد الكثير، ماشي غير انا ولا لا فلان ولا فلان، راه واعد الكثير ديال المواطنين في المغرب بان الاوضاع غتصلح وان الوضع غيتغير احسن، ماشي غير ما كما هو عليه غيتغير احسن. وهذه كلمة شرف عطاها لجميع المواطنين اللي كاينين في المغرب، وتنتمناو الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكم كان التقدير والشرف.